والله رمضان من حيث الروحانية تمام إن شاء الله يكون في رمضان إن شاء الله، لكن بالنسبة للأسعار يا أخي نار، الأسعار جنون، لا حسيب ولا رقيب، لا من الله يخافوا التجار ولا من القانون ولا من أنفسهم، ظلم. الأسعار مولعة كل شيء، المواد الغذائية. أما إن شاء الله بالنسبة للروحانية إن شاء الله يكون جميل. في بعض المساجد مغلقة وبعض المساجد غير مغلقة. رمضان بيكون مختلف عن السنوات. إن شاء الله يكون مليح. إن شاء الله. تمام. ممكن تصلي حتى داخل بيتك يا أخي. إذا الجامع مغلق ممكن تصلي داخل بيتك. التراويح والعشاء والتهجد كله. ما تفرق. بالنسبة للأسعار في فرق ما بين السنة الأولى والسنة الثانية؟ في فرق كثير. أسعار كل شيء نار. لا نحن بالنسبه للعمل قسمونا يعني كل يوم مجموعه، اذا كل مجموعه خفضنا التقسيم من 8 موظف الى 20 موظف. الان خارجنا من الشغل تمام، نتداول احنا وزملاء بنترم مجموعه فتره. وطالب نسال الله تعالى ان يفك ما نحن فيه، امن لا نركل على مسؤول ولا نركل شيء، ما عندنا شك الا على الله. رمضان ان شاء الله بالسنه خير ان شاء الله، والامطار الحمد لله نعمه علينا، وانزل الله من السماء كل حاجه الحمد لله، اللهم لك الحمد. وان شاء الله عما من قات المساجد هذا حكم الله علينا من عنده، والله كريم ان شاء الله يفتح لنا قريبا ان شاء الله. طيب ما فيش تخوف من كورونا؟ ما فيش. ولا عندنا الحمد لله بالنعمه الحمد لله، احنا بصحه وعافيه والحمد لله، والله كريم وربك داري بينا احنا يعني داري بالحاله ودار هذا، وربي والامطار ان شاء الله علينا منعم على الله. ليش ما تجلسوش بالبيت؟ الحمد لله احنا بعدنا قوال، بعدنا نمشي نطلب الله والحمد لله، كيف نجلس بالبيت؟ وليش ياكلنا حنا ولا بيشرب نحنا؟ والله احنا حتى لو مرات نخرج ان شاء الله، اما ايش نعمل؟ نجلس نتخبى. هذا الذي حكم الله علينا والله كريم ان شاء الله. والله ان شاء الله ان شاء الله يجعل رمضان خير وبركه ويقدم علينا بالصحه والعافيه، ونسال الله ان يفك علينا الوباء والمرض والحصار، وان شاء الله يفك رب المساجد ويخلي نحن نصلي التراويح، ويخلوا الناس والمسلمين والمسلمات يفك عن الشعب اليمني ان شاء الله، يفك عليهم الوباء والمرض ان شاء الله ربي، يرجعوا المساجد ان شاء الله. والله بعض الحين نخاف بعض الحين ما نخافش، يعني كذا وكذا، لما نحس بسعلة ولا نحس بحاجات نخاف، يكون في عندنا خوف قليل. بس السعودية هذا كلهم ما حد يخرج، الحين الشعب بعد نخرج الشوارع.
احنا شعبنا ان شاء الله ربي يا يحمي الشعب اليمني، يحمو ان شاء الله ربي من كل مكروه، من كل بلاء، من كل شر. الله يحمي اليمن واهله، يرفع عنا المسلمين والمسلمات البلاء. والله الاسعار اللي معه يقدر يعيش، واللي ما معه شيء. يعني قاهو شعب يمني يغضب القليل والكثير، كل حاجه تصبر عنده، ياكل ويشرب والحمد لله.